ريسبشن. بدنا نفرجيك انه نحن ضمن اجواء لبنان وكنافه لبنان هون واطيب من هيك. انت بتعملها هيك كنافه رابلسيه هاند ميد؟ واو فرجينا المحتوى فرجينا العدد كله. شو بتحب طرف ولا نص؟ بدي شيء هيك انت عم تشيلها تماخذ كل الجبنه. جنون. يلا انا عم ساعدك. وين بدك نطلع؟ على برج خليفة؟ نطلع. شو حلوة الكنافة ساعة بتكون مزبوط معمولة ومش مسخنة بالمايكروويف. والحلو شو بده؟ بده حلو. ما في مني معك. ليكو ليكو ليكو. واو. يلا شباب مين بده كنافة؟ يلا صبايا. هيدا حلم. خالد ما عم بيقدر وين نطلع فيها هيدي؟ ما عم بيقدر يوقف. اممم بلشنا بالحلو قبل المالح. تعكيتك وين؟ كله طيب على الطريقة اللبنانية بنتروق كنافة. مش معقول. بعدين بنملح. مش معقول مش معقول. اهلا وسهلا بلبنان بقلب دبي. اخوات 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 شو عم ناكل؟ شكلك مشتاق لكاكونادا. ماكسيموم مشتاق لكاكونادا. كاكونادا تعرفت عليه من 3 سنين بدبي. كاكونادا رجعت تعرفت عليه ببيروت السنه الماضيه. واخوات يلا شو عم ناكل؟ هلا نحن هيدي مع لبنه مع خضره زيتون ولبنه. اوكي جبنتك المفضلة طعمة طعمة لبنان بدبي عن جد. كعك السمسم وطلعوا على هيدا الشيء. هيدا أهم شغلة. هيدي الروعة. أكثر من أربع أنواع جبنة؟ أكثر من أربع أنواع جبنة. كثير طيب السمسم اللي عليها. ما بيلزق على السنين. تحميصته لذيذة. الخبزة ما بتعلق أبدا. جوعتني. هون شو؟ شكشوكي. فرج علي وأنا باكل. من دون بصل. جوسي اجز. زيت الخبز اللي بتاخد العقل. بندوريه بتعطيها شويه هيك تفقع سويتنس بقلب التم. هيدي معموله خصوصي اليوم كرمالك كابريزي. اكسلنت. ما ناقصه شيء؟ ما ناقصه شيء. ناقصه شويه طبنات شوي. سموك سالمون. واخر شيء سموك سالمون. حبيت كثير كعكتك. رقتها غير شكل. ومنا من هول السماك الكتير كبار. في واحد فيه يأكل 3-4 بيكون عم بدوق أكتر من شغلة. أنتوني كل شيء بفضلك. قدي عطيتني كومبليمانات لو وصلنا لهون. مع ليمونادة غير شكل. فيها شوية تلج. أنت زلمة بتعقد وكعكونادة أخوات. ميسي. Thank you. شرفت دبي. عايز نكفي المشوار. وأهلا وسهلا بلبنان. في أخذ واحد على الطريق. باي. صحتين. باي. باي. بسات عرفت عليكم.